والدي والله يا شيخ كان والدي يعني كان تعب بعزم على البيئة كده، والدكتور منع ان هو يصوم. نعم. فقال يخرج للصيام ولا يوم؟ ده مرض مرض لا يرجى برؤه او يرجى برؤه. يعني يعمل ايه دلوقتي؟ اه ممكن، بس هو مش هيبقى قادر انه يصوم بعد كده. انا من اقول لك يعني لن يستطيع الصيام طيله حياته؟ لا يستطيع. يستطيع اذا عليه الاعاده لقوله تعالى في عدته من ايام اخر. يعني لا يعيد، لان الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر.